السلام عليكم. احنا الحقيقة جالنا أسئلة كتير قوي عن محفزات التستوستيرون، أو اللي هي المكملات اللي هي بتزود التستوستيرون اللي هو هرمون الذكورة في الجسم بطريقة طبيعية. فقلنا نجيب مثال للمكملات دي اللي هو هنتكلم عليه النهاردة، اللي هو الأنابوليك فريك بتاع شركة فارما فريك. و زي ما احنا شايفين لما بتفتح العلبة بتلاقي في الآخر هو ده الإيه؟ ده المنتج. وخلينا نشوف دلوقتي في الفيديو اللي جاي التقييم بتاع الأنابوليك فريك. احنا هنتكلم عن منتج اسمه الأنابوليك فريك، وده من محفزات التستوستيرون أو تستوستيرون ستيميوليتور، وده طبعا من شركة فارما فري. طيب هنا بيقول لك ان هو فيه دي اسبارتيك اسيد، ودي المادة الفعالة الرئيسية في البرودكت. تاني حاجة ان هو بيقول لك بيدعم التستوستيرون. تالت حاجة بيقول لك انه بيدعم اليوتينايزنج هرمون، وده عبارة عن هرمون بيفرز من الغدة النخامية وبيبقى مسؤول او بيساعد في انتاج التستوستيرون. بيقول لك دي الميزة بتاعت الانابوليك فريك. يعني هم بيقولوا هنا ان هو واحد من اقوى الدي اسبارتيك اسيد تستوستيرون بوسترز اللي موجودة في العالم، بجانب ان هو فيه حاجتين، ان هو بيعمل كنترول للكورتيزول اللي هو ده هرمون مسؤول بيفرز في الجسم ومسؤول عن الهدم، واحنا عايزين طبعا نبني. وفي كمان بيعمل استروجين كنترول. الاستروجين ده اللي هو الهرمون بتاع الستات. كل المواد الفعاله اللي موجوده في البرودكت بيشتغلوا مع بعض وبيساعدوا على انتاج او تزويد انتاج التستوستيرون بطريقه طبيعيه. طيب نشوف بعد كده العلم ورا الكلام ده. كاتبين الساينس، هم هنا عاملين دراستين، واحده بتقيس اليوتينايزنج هرمون، نسبة اليوتينايزنج هرمون ونسبة التستوستيرون ليفل خلاص في الدم طبعا. فهنا بيقول لك بيبين لك ان انت في الدي زيرو لسه ما خدناش حاجة في الازرق ده اللي هو البلاسيبو. البلاسيبو ده اللي هو ما خدش اي حاجة، اللي دخل الدراسة واحد ما خدش اي حاجة خالص، وهنا في اللي بالاحمر ده خد الدواء. بعد اليوم السادس هنبتدي نشوف في زيادة في الايه، في الليفل. بعد كده بعد 12 يوم هتلاقي في زيادة توصل حوالي 30 او 33% عن ما ابتدينا في اليوتينايزنج هرمون. وكذلك برضو نسبة التستوستيرون هتلاقيها برضو بتزيد بعد اليوم ال 12 ده حوالي 30 او 35%. طيب السبلمنت فاكتس، نشوف العبوة بيبقى فيها ايه. بيقول لك هي عبارة عن السيرفنج سايز الواحد بيبقى فيه 2 كبسولز. 2 كبسولز دول بيبقوا فيهم ايه؟ بيبقى فيهم فيتامين دي وفيتامين بي 6 وفوليك اسيد وفيتامين بي 12، يعني مجموعة فيتامينات مهمة جدا. بلس موجود عندنا الدي اسبارتيك اسيد اللي هو احنا قلنا ده المادة الفعالة الرئيسية في المنتج، وحاجة اسمها ريديولا والريسفيراترول. ازاي تستخدم المنتج ده؟ تاخد كبسولتين الصبح وكبسولتين الظهر او كبسولتين قبل التمرين على طول. بتقعد تستخدم الجرعة دي لمدة 12 يوم متواصل، بعد كده بتريح 3 ايام، وبعد كده بتكرر لحد ما يخلص الايه، الشهر، لان هي العبوة تقريبا بتكفي شهر. الخلاصه يعني بتاعت المنتج ده، هو بما ان هو بيزود التستوستيرون بنسبه 30 او 40%، الحقيقه ما فيش اي دراسه اكدت، سواء دراسه حقيقيه او ناس جربوا المنتج ده واكدوا ان هو يعني بتلاحظ ان هو بيساعد في بناء العضلات او بيعمل اي ميزه. الدراسات كلها بتاكد ان انت عشان تحس بفرق ويديك قوه وباور وتحس فعلا نسبه التستوستيرون في جسمك عليت، لازم يبقى على الاقل يزيد النسبة اللي في جسمك من 100 ل 150%. او معظم البرودكتس اللي هي زي الانابوليك فري دي اللي هي بيسموها محفزات التستوستيرون كلها بتزود في الرينج ده 30 40%، وبالتالي فهي ما بتحققش النتائج اللي هي المطلوبة منها. انما ليها استخدام انه بيتاخد في البي سي تي او اللي هو البوست كورس ثيرابي، وده اللي هو ده بعد ما اللي بياخد انابوليك ستيرويدز ممكن بياخد الانابوليك فريك ده بحيث ان هو يرجع له نسبة التستوستيرون في الايه، في الجسم للطبيعي. شكرا والسلام عليكم.